بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله شباب مع هذه المسألة اللي بوريكم فيها الفرق الهام ما بين الفاريبل سبيسيفيك هيت أبروتش والكونستنت سبيسيفيك هيت أسامشن، لأنكم ستجدون في الفاينل أن الممتحن سينص على أحد الطريقتين، وكما كررت في أكثر من مرة، ولا تزعل لا تزعل مني إذا حليت بطريقة غير الطريقة اللي أعطاك إياها، حتى لو النتائج قريبة حتاخذ صفر. وهذا المسألة صممتها قبل قليل عشان أبين لك أنه الفاريبل سبيسيفيك هيت هامة جدا في الصناعة. وليس شغلك كله كونستنت سبيسيفيك هيت. فشوف المسألة هذه إيش تقول. تقول عندك كومبرسور يا طويل العمر يدخله ماس فلوريت مقدارها 0.04 كيلو جرام بير سكند من السي او 2 واعطاك الار، ويتم الكبس ازنتروبيكلي ان كومبريسور من 0.3 بار و400 كالفن لحد 1600 كالفن. اهو هذا هو التمثيل حقها، هذا البريشر الاول 0.3 بار، وهذا البريشر الثاني اللي ما نعرفه، وهذه ستيت 1 والحراره الخاصه بها 400 كالفن، وتم الكبس بواسطة عملية ايزنتروبية، يعني الان هنا البوليتروبيك اكسبوننت الخاص بها حيساوي كي فيما لو استخدمت الكونستنت سبيسيفيك هيت، او اس 2 هنا حتساوي اس 1، والحرارة عند الاكزيت كانت بكم؟ ب 1600 كالفن. يقول لك اوجد لي البريشر بي 2 والورك مرة باستخدام الفاريبل سبيسيفيك هيت ابروتش، ومرة باستخدام ايش؟ الكونستنت سبيسيفيك هيت ابروتش. على بركة الله انت مباشرة في الامتحان تروح الى جدول A23 عند 400 وعند 1600. وين هو 400 و600؟ اهو احنا بالنسبة للكتاب موران هذا هو الايديال غاز بروبرتيز للغازات اذر ذان ذا اير، وحنبدأ ب 400 كالفن. هذه هي يا شباب، تقرا 13372 هذه هي الاتش 1، تقرا هنا الاس 1 نوت اللي هي 225.225، وبعدين تدور على 1600. أروح إلى الصفحة اللي بعدها 990 ما تنفعني، أروح للصفحة اللي بعدها هي هذه هي 1600، وهذا هو ما زال ثاني أكسيد الكربون. أقرأ H2 اللي هو 76944، وأقرأ S2 نوت اللي هي 295.901. طيب نشوف الآن هل هذا هو اللي سجلناه بالضبط؟ هذا هو State 1 وهذه هي إيش؟ State 2. طيب وبعدين ولا قبلين، الآن العملية ايزنتروبيك، وبالتالي سأبحث عن ما هي الريليشن ما بين واحد واثنين اس. طيب حيجيني واحد يقول لي بسيطة يا دكتور، احنا عندنا الخارطة هذه وهي زي ما حفظتنا جزاك الله خير، تي 2 على تي 1 حيساوي بي 2 على بي 1 مرفوع للقوة كي ماينس 1 على كي، الحرارة تي 1 ب 400 وهذه ب 1600 وبي 1 ب 0.3 بار، خلاص ولا أحسن. وسؤال يتوجه إليكم يا أبنائي الطلاب، ما رأيكم في هذا الفتى؟ ماذا سيعطيه؟ تعطيه صفرا كبيرا. آسف فهمت يا أستاذ. نستخدم هذه بي 2 على بي 1 حيساوي بي ريلاتيف 2 على بي ريلاتيف 1، لأنه قال لنا variable specific heat. طيب يا شباب ما رأيكم يا أبنائي الطلاب، كم أعطيه؟ أعطيه 50% خصم. ليش؟ لأن هذه للإير، أوكي؟ بينما أنت الآن عندك CO2 فلازم تستخدم هذا الريليشن. فهمت يا محسن؟ أيوة فهمت يا أستاذ. يلا توكلنا على الله، ما هو وقت الغلطات هذه قبل الامتحان النهائي. هذه هي المعادلة اللي اختارها صاحبنا بالقوة بعد ما نبهناه، ونبدأ نعوض يا أبنائي الطلاب. P1 زي ما انتم شايفين ب 0.3، S2 نوت و S1 نوت اهي، وكليهما بالكيلو جول بير كيلو مول كالفن، وبالتالي الار هنا زي ما عليه بار لازم يكون اليونيفرسال غاز كونستنت اللي هو اليونت حقته ايضا كيلو جول بير كيلو جرام بير كيلو مول كالفن. سوي حسبتك يطلع لك البريشر الان 1475 بار. كذا انت جبت ايش؟ الجزء الاول. الان يبغى الجزء الثاني اللي هو الورك. طيب بما انها ايزنتروبيك يعني انترنالي ريفيرزابل، فهذه هي المعادله يا استاذ انا بحسبها. انت توك درستنا ان الورك انترنالي ريفيرزابل يساوي المقدار هذا. طيب يا كابتن من فين جبته؟ ابدا اهو انت اعطيتنا الجدول هذا اهو. اوريك الان يا استاذ، هذا العمود كله حق الايزنتروبيك بروسيس، وهذا هو الفورميلا. اوكي.
طيب يا ولدي هذا الفورمولا حقت الايديال جاز اوافقك الان، لكن هذه للعمليه لما تكون كونستنت سبيسيفيك هيت ولا فاريبل سبيسيفيك هيت؟ والله لما تكون كونستنت سبيسيفيك هيت يا استاذ. طيب هو ايش سالك؟ قال لي فاريبل سبيسيفيك هيت، هياخذ صفر. طيب اذا جيت بحلها كيف اجيبها؟ ماني عارف. قال انا حاط لك هنا تجيب الورك من فين؟ من الفيرست لو بكل يسر وسهوله. طيب نرجع يا شباب للولد هذا ونقول له خطا، ونرجع للانرجي بالانس. الانرجي بالانس زي ما هو بسيط جدا، حنتجاهل الديفرنس حق الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي وايضا ادياباتيك لانها ايزنتروبيك. تحسب الورك حيطلع لك اتش 1 بار ماينص اتش 2 بار، وتعوض اتش 1 هنا واتش 2 هنا يطلع لك بالسالب، هذا هو المقدار. لكنه كيلو جول بير كيلو مول، ايش تسوي؟ تقسم على المولكيولر ويت الخاص بثاني اكسيد الكربون، فطلع لك هذا هو الورك اون كيلو جول بير كيلو جرام، وتضرب في الماس فلوريت فيطلع لك بناقص 57 كيلو واط. كذا اللهم لك الحمد حليت الفقرة الأولى. تنقل مباشرة على الفقرة الثانية اللي هي إيش؟ constant specific heat. لكن أنت بحاجة إلى أنك توجد الأفريج temperature هنا عشان تقرأ عندها specific heat اللي أنت تحتاجها. فتجبع 400 زائد 1600 بألفين على 2 هيعطيك 1000 كالفن. تقوم تروح الآن يا كابتن إلى وين؟ تروح إلى الشجرة هذه وتأخذ الآن هذه تيتو على تيوان، حتساوي المقدار هذا. ليش؟ لأنك أنت الآن في الكونستنت سبيسيفيكيت أسامشن. أهو يا ابناء الطلاب حقرأ أنا الكي من فين؟ من الجدول الخاص بالسبيسيفيك هيتس الخاص بمجموعة الغازات. أنا بطالع لكم في رقم الجدول، رقم الجدول عندنا في كتاب موران A20 في بالنسبة للطلاب شنقل، تدوروا عليه حتى يجدون أن الكي عند الألف كالفين بـ 1.181. بسرعة مباشرة تأخذ المعادلة اللي قبل شوية وتعوض عليها بسرعة T2 ب 1600 على 400 T1، B2 هو المطلوب B1 ب 0.3، K-1 يفضل لي 0.181 وتقسمها على الK ب 1.81 يطلع لك البريشر الآن كم؟ 2543 بار. اوكي طيب، هذه اللي انتم فرحانين انتم دائما فيها شباب، وهذا اقول لزملائي المدرسين الذي يقولون لا داعي ندرس الشباب الفاريبل سبيسيفيك هيتس، يعني ارجو ان تنزل من برجك العاجي وتنظر الى الايرور الان. الايرور الان ما بين القيمه هذه والقيمه الحقيقيه هذه الاكوريت يساوي اطرح ال 2543 من 1475 واقسم على هذه لان هي الاكوريت، تطلع لك الايرور يا كابتن، سواء كنت طالب ولا سواء كنت مدرس، يعني تجادل بالتي هي احسن. يطلع لك الايرور بكم؟ ب 72. اذا يا زملائي الاعزاء المدرسون، من الاهداف التعلميه الهامه ان يتعلم الطالب والمهندس عندنا كيف يجري الحسابات ايضا بالفاريبل سبيسيفيك هيتس، لا سيما اذا راح في الصناعه وفي البويلرات وفي الهيت اكسجنجرات. فروقات درجات الحراره ليست يسيره كما تعطونهم في الامتحانات، 400 الى 500، 400 الى 600 مثلا، الفروقات هناك في الصناعه تكون عاليه، بالاضافه الى الكونستنت سبيسيفيك هيت برضه للفروقات البسيطه. طيب طولنا عليكم الان، ايش نبغى نجيب الان يا شباب؟ نبغى نجيب الورك يا استاذ. طيب نطبق الانرجي كويجن ممكن، لكن الان من حقك تستخدم ايش؟ الفورمولا هذه. اه انت الان بوين؟ ايزنتروبيك بروسيس اير، ويبغاك تحلها بالكونستنت سبيسيفيك هيت، تستخدم هذه المعادله ما عندك اشكال. اوكي طيب اهي امشي نعوض يا شباب، ماينس هنا ماينس هذا الكي وهذا كي ماينس 1. وانتبهوا يا ابنائي الطلاب، ار الان هو الغاز كونستنت اللي هو مؤسس على كيلو جول بير كيلو جرام كالفن. اوكي لاني ابى اطلع النتائج الان بكيلو جول بير كيلو جرام مش 8.314، وهذه من الاشياء اللي تجعلني اعشق هذه المساله. عوض الان يطلع لك الورك بناقص 1479، هشفت قريب من هذا، اضرب في 0.04 عشان يطلع لك بالواط، بعدين سوي الايرور البرسنتج ايرور ما بين الورك هذا والورك هذا، حسبته انا الان طرحت 59 من 57 على 57 في 100 طلع لي 2.5%. والظاهر الان انه في حاله الورك الايرور يخف، لكن في حاله البريشرز والحرارات
الإيرور يكون عالي. أتمنى يا أبنائي الطلاب إني قربت لكم أخيرا قبل ما تدخلون إلى قاعة الامتحان النهائي فرق ما بين المفهومين هذولا واللي تعبت من بداية السمستر وأنا أشرح لكم فيه. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.